بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ضفة النيل الأزرق هذا النيل الفياض، أحييكم أنا الطيب رحمة جريمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدر لنا الخير، كل الخير، ولنستفيد إلى أقصى درجة ممكنة من هذا الخير الكبير. أدعوكم لمشاهدة هذا الفيديو عن النيل الأزرق. تحياتي، تفضلوا المشاهدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الاثنين 9 من شهر أغسطس 2021، أحييكم أنا الطيب رحمة جريمان من على ضفة هذا النيل الدفاق، هذا النيل الشاب، هذا النيل القوي، النيل الأزرق، على مقربة من المكان الذي يلتقي فيه بالنيل الأبيض مجرًا النيلين. هذا الفيضان يذكرني ويذكركم بعروس النيل، حينما كان الفراعنة كل ما فاض النيل خوفا منه يرمون فيه أجمل الفتيات فداء لهم، وتسمى بعروس النيل. لازلنا نحن في هذه المرحلة، لنا أن نشيد السدود في أماكن كثيرة لنستفيد من هذه المياه. حصة السودان من المياه يجب الاستفادة منها إلى أقصى درجة، ولا يمكن الاستفادة من هذه المياه كما ترون إلا بتشييد وإنشاء عدد كبير من السدود للاستفادة من المياه لزراعة الأراضي ولتوليد الطاقة الكهربائية. أنا أقول ذلك وأنتم تعلمون أهمية ذلك، لذلك علينا، وأقول دائما نحن حكومة وشعبا أن تتضافر جهودنا حتى نستفيد إلى أقصى درجة من هذا الخير الكبير الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به. هذا خير، وهذه مياه لا تجدها في كثير من البلدان. هذه المياه مياه نقية عذبة، تحتاج إلى تنقية بسيطة حتى تصبح صالحة للشرب ولكل الاستخدامات الآدمية. النيل الأزرق يأتينا من الهضبة الإثيوبية بكميات مهولة من المياه، فهل لنا أن نستفيد؟ وأريكم جانبا من طريق النيل. هذا طريق النيل كما ترون، هذا الجانب وهذا الجانب وذلك الجانب الآخر. بعض الناس يتمشون في هذا الشارع ليستمتعوا بالنيل. لنا كما ذكرت أن نستفيد إلى أقصى درجة من هذا الخير الكبير. لكم تحياتي الطيب رحمة جريمان.